كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إن مما أكرم الله به أمة محمد أن جعلها خير أمة، فخير الأمم وأفضل الأمم هي أمة محمد، هي أمة محمد، هي أمة محمد، والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنها أمم كثيرة، لكن هذه الأمة هي خير الأمم وأفضل الأمم على الإطلاق. احمدوا الله أيها المسلمون أن جعلكم من هذه الأمة التي هي أفضل أمة وأجل أمة، ولم تكن الأفضلية إلا بقدر الاتباع وبقدر الاهتداء بهدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم تكرم هذه الأمة لذاتها، ولم تكرم هذه الأمة لأمر غير اتباعها لرسول الله. فأعظم السبب لإكرام الله لهذه الأمة إنه بسبب انقيادها لما أمر الله، وبسبب الانقياد لما أمر به رسوله. هذه الأمة أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أمتي هذه أمة مرحومة، أمة مرحومة، الله رحيم بكم يا أمة محمد، الله كريم، ومن كرمه وتفضله وامتنانه أن جعل هذه الأمة أمة مرحومة، أمة مرحومة. انظروا إلى ما عذبت به الأمم من قبل، انظروا إلى قوم نوح، انظروا إلى قوم شعيب، انظروا إلى قوم موسى، وانظروا إلى قوم عاد وثمود، وإلى قوم لوط. جاء الملك فأخذ أرضهم واقتلعها حتى بلغ بها إلى السماء، فسمعت الملائكة صياح الديك ونباح الكلاب، ثم سقط عاليها على سافلها وأمطرت عليها أحجار مسومة معلمة، فكان هلاك للأمة بكلها إلا هذه الأمة، إلا هذه الأمة. جعل الله رحمته عليها بسبب اتباعهم لهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإكرامه سبحانه وتعالى، وإكرامه سبحانه وتعالى. تابعونا على قناة الشيخ الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على اليوتيوب.